تلقى حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بتعافي سموه رعاه الله من العرض الصحي، سائل المولى تعالى أن يديم على سموه حفظه الله موفور الصحة وتمام العافية. هذا وقد بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عرب عنه معالي من تهاني وطيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيا سموه رعاه الله لمعالي دوام الصحة وموفور العافية ولدولة ليبيا الشقيقة وشعبها الكريم الاستقرار والازدهار.